هذا التقدير انه انا بقتله ممكن ترد يعني الجهاد بكم من صاروخ وانتهينا من القصة، لكن النتيجة اليوم انه الفصائل المقاومة المشتركة لا ترفض ان ينتج معادلة جديدة حتى لو كان الاغتيالات موجهة لفصائل الجهاد الاسلامي او غيرها، انه الدم بالدم والصاروخ بالصاروخ، بترمي صاروخ بنرد عليك 10 صواريخ بالضبط. اليوم هذا التدحرج يجعل نتنياهو في مأزق. اليوم يصرخ هو باتجاه مصر لأنها دائما هي الوسيط في موضوع التهدئة، والمقاومة ترفض النظر في هذه التهدئة حتى اللحظة، وكما ذكر الدكتور سعيد ترفض المقاومة النظر حتى في التهدئة، مع أنه دائما المقاومة هي يعني يفترض أنها هي الأضعف اللي يفترض أنها الحلقة، لكنه اليوم هو يواجه حالة من الشلل. أنا كنت أستمع قبل شوي لبعض الناس، روح على مدن فلسطين 48 يعني في داخل الكيان، في الداخل داخل الصعيدي اليوم حالة حضرة جوال، ما في ولا إنسان بمر في الشوارع في تل أبيب، في بئر السبع، في طبعا في محيط غزة، عسقلان، كل هذه المدن اليوم نصف فلسطين المحتلة اليوم في حالة شلل تام. حتى مطار بن غوريون قبل قليل يعني قبل أقل من ساعة وساعتين حول عدد من الطائرات إلى مدارج وخطوط جديدة لأنه يخشى من أن تواجه أزمة. اليوم الكيان في أزمة، ولذلك هو يبحث عن المقاومة مصرة. بس أكمل هالعبارة، المقاومة مصرة في هذه العملية كما في العمليات السابقة اللي في شهر 4 واللي في شهر 11 العام الماضي حد السيف، أن تكون الخطوة الأخيرة في الحرب إلنا مش إله. أنت بدأت، بس إحنا اللي بنقرر متى الختام، متى ننهي هذه الحرب ومتى ننهي هذه المواجهة.